أمنية يا أمنية أمنية يا البنت دي راحت فين يا أمنية؟ ايه ده يا أمنية كنت فين يا حبيبتي؟ ايوه يا مدام انا طبطبت المطبخ يا مدام. بصي يا ايه، نعم دلوقتي هتاخدي استاذ محمد توريه العماره اللي شغاله فيها في فرنسا. لا يا مدام انا اسفه، معلش يا مدام حضرتك عارفه يا مدام انا ماليش دعوه بحد وما بتدخلش في حياه حد يا مدام. لا انا اسفه ماليش دعوه. هو انا قلت لك دخلي في حياه حد يا ايه؟ انا بقول لك وري استاذ محمد فين العماره اللي شغاله فيها في فرنسا. بس اصل انا خايفه يعني بصراحه استاذ محمد يمسك في فرنسا وتحصل مشكله كبيره يعني، ولا يقولوا انا السبب ولا ماليش دعوه بحد يا مدام انت عارفه. لا محمد جوزي عاقل وطيب مش بيمسك في حد. طيب ما استاذ محمد بقى طيب زي ما حضرتك بتقولي كده، ما هي ممكن فرنسا برضو تتذاكى عليه اذا كان حطيتك رحت لها يا مدام وقالت لي خشي فتشي الاوضه. امال هتعمل ايه بس مع استاذ محمد؟ انا ما اعرفش، سيبيني في حالي يا ايه، سيبيها على ربنا، سيبيها على ربنا هتتحل. طب يا مدام حضرتك بتزعقي لي ليه دلوقتي؟ اول مره حضرتك تزعقي لي يا مدام. انا اسفه يا ايه، انا اعصابي مشدوده ومتوتره يا ايه. اسمعي كلمي معلش اليومين دول وقولي لي حاضر وخلاص. خلاص حاضر يا مدام انا هعمل اللي حضرتك عايزاه. يلا استاذ محمد عجبه الاكل؟ ايوه يسلم ايدك يا ماما. ماشي انا اسفه ايه. الف هنا يا مدام. يا مدام يا مدام انا جاهزه. حاضر يا ايه. خلاص يا ايه فهمتي تعملي ايه؟ ايوه يا مدام تحت امر حضرتك. هتوري استاذ محمد فرنسا شغاله فين بالظبط. خلاص حاضر. ولما توريه حاولي روحي من بره بره. طب حضرتك ما تؤمنيش باي حاجه تانية قبل ما امشي؟ شكرا يا ايه. خلاص حاضر يا مدام. ماشي. اتفضل يا استاذ محمد. هتوحشيني يا استاذه غزه. وانت كمان. على فكره يا محمد انا مفهمه فرنسا، قلت لها جوزي لما يجي هيبهدلك هيعملك كفته كده، ما تتكلمش معاها بالراحه، خليك كده تعصب عليها. خلاص تمام. بابا. ايه يا حبيبتي؟ خلي معاك يا بابا. ما ينفعش يا حبيبه قلبي. ماشي يا بابا. مش عايزه حاجه؟ ماشي ماشي. اتفضل يا استاذ محمد. الله انا مبسوطه قوي يا ماما ان بابا يجي عشان يعزف معايا وكمان يرقص معايا. والله يا غزل انا فرحانه اكتر من ساعه ما باباكي رجع وانا حاسه ان قلبي اطمن كده. يا رب ما يسافرش تاني ويسيبنا. يا رب يا ماما. وجوده جنبنا احسن من الفلوس واحسن من كل حاجه. ايوه. استاذ محمد مش لازم عربيه، ده العماره هنا خطوتين اهو. فرنسا شغاله فيها؟ اه مش لازم يعني عربيه خالص. خلاص يا عم محمود. وصلك يا باشا تحت امرك. لا لا ربنا يخليك. يلا بينا. اتفضل يا استاذ محمد. بقول لك ايه يا ايه؟ نعم يا استاذ محمد. انت ام ايه الاول؟ انا ام مكه. بقول لك ايه يا ام مكه؟ اتفضل. عم محمود السواق ده طيب؟ بص يا استاذ محمد بصراحه انا ماليش دعوه بحد، ومن ساعه ما جيت الشغل هنا ماليش دعوه بحد ولا بتدخل في حياه حد. بس هو بصراحه يعني لما المدام الشنطه اتسرقت منها وهو طلع يجري ورا الحرامي يعني وجي رجع الشنطه المدام، فالمدام قالت عليه يعني ان هو امين فعشان كده شغلته. بس من يوم ما جه هنا ولا انا كلمته ولا اعرف عنه اي حاجه خالص. انا ماليش دعوه باي حد. خلاص تمام. اتفضل يا استاذ محمد. اهي امنيه اهي. يا استاذ محمد والله العظيم احنا مش حراميه والله العظيم، والنبي عشان خاطري مدام ندى قالت لي ان انت لما تيجي هتدخل ماما السجن. بس والله العظيم احنا مش حراميه، وكمان انت لو دخلت ماما السجن انا ماليش حد. طيب وكمان مش عارفه مكان بابا ولا شكل بابا والله العظيم، والنبي عشان خاطري ما تاذيناش ولا تاذي ماما والنبي. ما تخافيش يا امنيه اديني مامتك. والله العظيم ما عملنا حاجه والله. قلت لك ما تخافيش. تعرف طب احنا لو عملنا حاجه ما كناش قعدنا، كنا هربنا صح؟ لو احنا حراميين ما كناش قعدنا. نادي مامتك يا امنيه. يا ماما بس امنيه مش هتاذي. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. نعم يا امي. ازيك يا استاذ محمد؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا فرنسا؟ انا ما عملتش حاجه يا استاذ محمد. استاذ محمد شوف انا بقالي كام سنه قاعده في العماره
عمري عملت حاجه غلط، عمري سرقت، عمري عملت خدت حاجه مش بتاعتي يا استاذ محمد. انا والله ما سرقت حاجه يا استاذ محمد. ايوه والله احنا مش حراميه والله العظيم. يا فرنسا انت قبل كده طلبت مني حاجه او من مدام حاجه وحد فينا قالك لا؟ لا لا يا استاذ محمد، غيرك مغرقني والله، بس والله العظيم انا ما سرقت حاجه. ليه بتعملي كده يا فرنسا؟ انا عايزه اكل بنتي بالحلال، والله العظيم ما عملت حاجه يا استاذ محمد، والله ما سرقت حاجه. ايوه والله العظيم ماما مش بتكذب عليك، والنبي ما تاذينا. والنبي انا عمري ما اذيك يا استاذ محمد ولا اذي المدام، انا عمري ما شفت منكم حاجه وحشه. طب لو في حاجه عايزه تقوليها قوليها. مفيش حاجه والله، انا عايزه اقول لك انا هقف جنبك ما تخافيش. والله انا ما حراميه زي ما انا قلت لك، انا عايزه اكل بنتي بالحلال. خلاص انا مصدقك يا استاذ محمد، ده انتوا اللي مربيين امنيه. ماشي، ليه قاعده معاكي تاني؟ اللي انت عايزه يا استاذ محمد انا تحت امرك. ليه ما تاذي ماما؟ مش تاذيها صح، احنا والله العظيم ما عملنا حاجه. ما تخافيش يا امنيه، انت شبه بنتي غزل، ما تخافيش. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. يلا يا اتفضل يا استاذ محمد. انا كنت خايفه قوي يا ماما، كنت خايفه. ما تخافيش يا امنيه، ربنا هيقف معانا يا حبيبتي عشان احنا ما سرقناش حاجه. يا رب. ما تخافيش يا حبيبتي. حاضر. اقعدي ذاكري يا امنيه، اقعدي يا حبيبتي. ده حتى من فجعة ما قلتلوش حمد لله على سلامتك. والله استاذ محمد ده طيب والمدام طيبة، واحنا عمرنا ما شفنا منهم حاجة، وانا عمري ما اذيهم. ايوه ذاكري يا حبيبتي ما تخافيش. حاضر. استاذ محمد. ايه يا ممك؟ انا حاسه ان فرنسا بتتذاكى على حضرتك. بتتذاكى عليا؟ ايوه. ازاي؟ هو انا هحكي لحضرتك ايه اللي كان بيحصل بالظبط. اتفضلي. أمنية بنت فرنسا كانت بتطلع على طول تلعب مع أستاذة غزل، وكانت تفضل تلف في الشقة وتقعد تشوف إيه اللي موجود في الشقة بالظبط. وأول ما كانت تيجي مدام ندى البيت كانت أمنية تنزل على طول، وطبعا أمنية بتروح تحكي كل حاجة لفرنسا مامتها. وفرنسا بقى حضرتك عارف يعني بوابين بيقعدوا مع بعض، يقعدوا يتكلموا مع بعض كتير، فأكيد فرنسا حكت لحد، والحد ده هو اللي يكون عمل كده. ممكن ما تكونش فرنسا أصلا. ممكن صح. بص يا أستاذ محمد، انا ماليش دعوه بحد ولا بتدخل في حياه حد، ومش عايز اظلم فرنسا برضو، بس انا لازم اقول لحضرتك على اللي كان بيحصل. المدام بتشكر فيكي وتقول لي انت مالكيش دعوه باي حاجه ومش بتحبي تدخلي في حياه حد. والله انا عمري ما ظلمت حد، انا ماليش دعوه باي حد خالص. انا اهم حاجه عندي ان بنتي ومراتي بخير. طب الحمد لله ان هم بخير. روحي انت بقى. حضرتك عايز مني اي حاجه؟ ربنا يخليك. عشان اذنك استاذ محمد. اتفضلي. عايزه مني حاجه يا امنيه؟ اشوف الاكل اللي على النار. لا يا ماما شكرا. نسيت اقول لعمو محمد على حاجه. يا عمو محمد. يا استاذ محمد. يا استاذ محمد. ايه يا امنيه؟ انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. في ايه؟ وانا كنت راجعه من الدرس شفت طنط ايه، شفتها وهي واقفه مع جوزها، بس انا عايز اقول لك على حاجه. جوزها كان لابس نظاره وكان لابس لبس حلو قوي، وكمان كان معاه عربيه تنيه كده، يعني هو معاه فلوس ليه بيخلي طنط ايه تشتغل؟ وكمان مش كده وبس، على فكره انا بقى بصراحه يعني كنت عايزه امشي وراها واعرف هي ساكنه فين. فانا لما مشيت وراها لقيت كده عم محمود السواق مستنيني، وكمان عم محمود. استني كده، عم محمود السواق مستني مين؟ مستني طنط ايه ومستني جوزها، وكان قاعد على كرسي. وبعد كده بقى اخد طنط ايه كده على جنب وقرب منها وحط ايده عليها وكلمها، مش عارفه قال لها ايه. يعني انت متاكده عم محمود السواق وايه؟ ايوه. وحاطط ايده على كتفها؟ ايوه. وكمان مش عارفه قال لها ايه كده، واخدها على جنب وبعد كده قال لها امشي يلا. متاكده من الكلام ده؟ ايوه والله. وكمان انا عايز اقول لك على حاجه، انا كتبت رقم العربيه اهو. انا كتبت. استني كده. خلاص تمام. بس انا عايز اقول لك على حاجه، والنبي عشان خاطري احنا مش حراميين ومسرقناش حاجه، فانا مش عايزك تاذيني ماما. تعرف انت لو اذيت ماما ودخلتها السجن انا ماليش غيرها والله العظيم، انا حتى ما اعرفش بابا مين ولا شكله ايه، والله العظيم احنا ما حراميين والله. مفيش يا امنيه، وانا هرجع اقعد معاكوا تاني. ماشي. يا بنتي يا ماما كمان ده حتى يا ماما صور يا ماما رقم العربيه يا ماما.
يا أمنية يا حبيبتي قلتلك ملناش دعوة يا بنتي. ده يا ماما أنا فضلت أتحايل عليه وقلت له والنبي عشان خاطري ما تأذيش ماما، إحنا ما عملناش حاجة. قلت له والنبي إحنا أنا ماليش غير ماما، والنبي ما تأذينيش، قالتلي زي بنتي. تعرفي أستاذ محمد ده طيب والله، تعرفي أم غزل طيبة قد إيه، هو أطيب منها كمان. بس الله يسامحها آية، هي اللي بتوقع الدنيا في بعضيها ومش عارفة هتستفاد إيه. الله يسامحها. تعالي يا أمنية حبيبتي حضرتلك الغدا. يا عم محمود باشا منور يا باشا، الله يخليك. المدام بتشكر فيك قوي والله يا عم محمود. الله يخليك يا باشا، الله يخليك. انت راجل امين، ربنا يخليك. الشنطه بتاعتها اهم حاجه الامانه يا باشا، وقفت جنبها كمان. الله يخليك يا باشا. وكمان بتشكر في ايه. ايه مين يا باشا؟ ايه الشغاله. الشغاله اصلك ايه دي يا باشا، عمرها ولا قالت لي صباح الخير ولا حتى مساء الخير حد. هي في حالها بتنزل كده مع نفسها في حالها، وانا في حالي ما احبش اتكلم مع حد ولا اتدخل في اي حاجه يا باشا والله. طب بقول لك ايه؟ تحت امرك يا باشا. هات مفتاح العربيه. مفتاح العربيه؟ ايوه. ليه يا باشا؟ حصل حاجه مني؟ في حاجه يا باشا؟ لا ما حصلش حاجه، انا النهارده خارج انا ومراتي وبنتي. خارج اي وقت اجي لك يا باشا؟ لا عاوزني بالليل الصبح 24 ساعه. انا عايز اسوق انا. هتلاقيني واقف هنا يا باشا. انا وحشتني السواقه، عايز اسوق انا. اللي انت عاوزه يا باشا ماشي. بس عاوزني في اي وقت تكلمني هتلاقيني عندك هنا يا باشا. ماشي يا عم محمود. يعني اجي الصبح عادي كله تمام؟ الصبح في ميعادك عادي يا عم محمود. ماشي يا باشا. ماشي والله منور الدنيا يا باشا. ربنا يخليك يا عم. الله يخليك تحت امرك يا باشا. ماشي. روح انت بقى روح. ماشي الله يخليك يا باشا. مش عايز اي حاجه؟ الله يخليك. بجد والله. سلام عليك. سلام يا باشا. الله يخليك يا باشا. سلام يا عم محمود. منور الدنيا.